اليوم أكمل فيما يخص قصة المسخ أو التحول أو المساخ لفرانس كافكا. وقد تحدثت البارحة عن سطوة العمل، وكيف أنه إذا كف الإنسان عن أن يعمل يتحول إلى مسخ، أو أنه إذا تحول إلى مسخ ولم يعد يستطيع أن يعمل يتحول إلى عالة على من حوله. وقد أردت القول أن العمل بكلمة لا يرحم، وكان هذا يدل على ذلك سرعة تقدم الوقت الذي لم يتح لسامسا أن يلتحق بعمله وأن يعوض غضب مدير كبير الموظفين الذي أتى ليؤنبه. إذا بدل أن يكون العمل ذات نتيجة وذات ثمار وذات إنتاج، يبين لنا كافكا هنا كيف أن العمل يكون أحيانا لا يرحم، أي ذات سطوة قوية تجلد الإنسان. وتحدثنا عن الاغتراب، وسوف أتحدث أيضا مفصلا عن الاغتراب كنتاج للبطالة وللعمل غير السوي، حيث لا توزع الثروة بشكل عادل على أفراد المجتمع أو على العمال. يصبح هناك ظلم وقلة عدالة. والحل بنظر الماركسية هي التوزيع الثروة العادل. الاغتراب قد يصل، وسأقولها الآن ربما أنساها، الاغتراب قد يصل في الاغتراب عن الذات إلى حد الفصام، أي أن يصبح الإنسان ليس بالمعنى المرضي النفسي العقلي بل بالمعنى الاجتماعي، أي الاجتماعي الفردي، أي أن الإنسان يصبح يذهب إلى العمل دون أن يكون سعيدا، ينظر إلى الساعة حتى ينتهي الدوام، ينظر إلى التاريخ اليوم منتظرا نهاية الشهر ليقبض معاشه ويشتري حاجياته ليجدد فقط نشاطه. ومن ناحية أخرى عندما يعود إلى البيت يكون له هوايات أخرى ربما يستعيد فيها بعض من سعادته، كدفء العائلة، كالقراءة. أي لا تكون مثلا القراءة والكتابة مصدر رزق. لماذا؟ لأن السوق لا يجعل من هذه الإبداعات ك مهنة مثلا. وحتى لو لم يكن الإنسان كاتبا ويعمل في غير مهنته، أيضا قد لا يجد العامل الاختصاصي أيضا ضالته في العمل، لأنهم يفرضون عليه جوا من شروط قاسية أو من تقسيم عمل جدا محدود، أو من ظروف عمل تجعله لا يشعر بالسعادة في الإنتاج.
نكمل إذن القصة وحيثيات القصة. إذن وصلت إلى نقطة حيث الأخت أيضا عندما قالت للعائلة يجب أن نتخلص من سامسا، المؤذي في ذلك أيضا أنها بررت قولها هذا بأنها قالت لقد تحملنا منه الكثير ولم نعد نستطيع أن نتحمل. إذن كأنها تعطي عذر وهو عذر أقبح من ذنب، وتقول لا ضرر في ذلك، فهو يكاد يكون ليس غريغور الذي كنا نعرفه بل شخص آخر، هذا قاسي ومبكي. أنا رأيت أمامي حالة مرضية لشخص في عائلة، أصابه مرض جسدي عقلي نفسي، يعني لا أعرف بالتحديد ما هو. أهله اهتموا به لا شك، ولكن وصلوا إلى مرحلة قالوا شيئا غريبا، ربما في لحظة غضب أو في لحظة وفي لحظة حزن منهم أيضا، قالوا هذا ليس ابننا. ربما في قلبهم قالوا لا نريده لأنه ليس ابننا، هذا ليس ابننا الذي كنا نعرفه، هذا شيء قاسي. أما غريغور فقد كان ينظر إليها بحنان وحب، وهنا مزيد من الأسى والقسوة. هي تقول سوف نتخلص منه ولم نعد نحتمل وقد تحملنا كثيرا، وهذا ليس غريغور الذي نعرفه، وهو ينظر إليها بحب وحنان وشفقة على نفسه. هو لم يذكر هذا كافكا، ولكن طبعا هذا الإحساس. إذا سألنا الطلاب ماذا كان يحس في هذه اللحظة، كان يحس بلحظة شفقة على نفسه، وهذه أقصى من شفقة الناس عليه، عندما أيضا يشفق على نفسه ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يبكي. يقول دوستويفسكي، أعتقد دوستويفسكي أو غيره من الكتاب الروس، لقد صرت حزينا إلى درجة أنني لم أعد أستطيع أن أبكي، لم أعد دموعي تنزل. وعندما جاءت الخادمة ووجدته في النهاية ميتا، في البداية ظنت أنه نائم أو مختبئ في من الإهانة، مختبئ تحت السرير كما له بالعادة أن يكون. ظنته مختبئا أو نائما فيما كان هو ميت. وذهبت العائلة بعدها إلى إجازة. وهذا يعني ماذا يعني ذلك؟ هذا شيء قاسي أيضا. ليس البعض يستغربون لماذا ذهبت العائلة إلى إجازة، كأن القارئ يريد أن يستشف أن العائلة ظالمة أيضا، هي كذلك. ولكن أعتقد كافكا، أو لو كنت مكان كافكا لكنت قصدت من خلال هذه الجملة التي كتبت، أن بعد أن مات العائلة ذهبت في إجازة، أن الحياة تستمر. وهنا ربما المأساة والقسوة
الإنسانية، أنه رغم كل شيء الحياة يجب أن تستمر. الطبيعة لا يهمها الإنسان، يهمها الحفاظ على النوع والاستمرار. أعطي مثلا الفيروسات، الفيروسات كلها تقتل الإنسان ولكنها مفيدة لبقاء الحياة، لأنها تلتهم أشياء كثيرة سيئة مثل الجراثيم وأشياء سيئة في الحياة. هذه هي سنة الحياة، وهذا هو المأساة، وهذا هو مأساة العبث الذي يتحدث عنه كافكا، سارتر، كامو، لأن ما هو ضروري مأساة، وما هو مأساة هو ضروري لاستمرار الحياة. هذا هو العبث، وأرجو الانتباه إلى هذه الجملة. وبعد أن ذهبوا في إجازة كتبوا رسالة اعتذار للمستأجرين، ورسالة اعتذار للمدير، لمدير غريغور في العمل. على ماذا الاعتذار؟ إذا أنا هنا أعدد مظاهر العلامة وسمات القسوة في هذا النص، في هذا الكتاب، في هذه القصة القصيرة المعبرة، مثل قصص تولستوي. تولستوي كلما كانت القصة قصيرة كلما كانت معبرة، وكلما كانت كبيرة مثل قصص دوستويفسكي، كلما في الحقيقة ضعنا فيها. إذا كتبوا رسالة لغريغور رسالة عن غريغور يعتذر فيها لمدير العمل لأنه مات، ويجب عليهم أن يدبروا ربما شخص آخر الوظيفة. وهنا أيضا نتكلم عن ظروف العمل القاسية، حيث العمل بسهولة يفصل الموظف حسب مصلحته، حسب مصلحة العمل، وعندما يكون هناك مصلحة للعامل أن يغادر ويذهب، ربما يضعون العراقيل له ويمنعونه، ويصيرون يريدون أن يخصموا له من المعاش بحجة أن لم يجدوا شخصا بدلا منه، وهذا نظرا لمصلحة العمل، وكما تقتضي مصلحة العمل الذي لم يجدوا شخص آخر يحل مكانه. غريغور تحول إلى مسخ ولم ينتبه في بداية الأمر، وبعض الشيء اعتاد على هذه الحالة، لكنه تفاجأ عند ردة فعل الآخرين، وهذا تكلمت عنه سابقا، ولم يصدق إلا عندما رأى رد فعل الآخرين. هذا سارتر. سارتر يقول: أنا بحاجة إلى الآخرين كي أعرف نفسي. يعني الآخرين هم يقولون عني أنا جميل، أنا سيء، أنا كذا، أنا لا أستطيع أن أعرف نفسي إلا من خلال الآخرين. وربما لاحقا يتلبسني فكر الآخرين عني، وأصبح أسير هذا الرأي، أي رأي الآخرين عني. ولذلك قال: الآخرون هم الجحيم. صار التخاطب مع غريغور بلغة حيوانية، أي أنهم صاروا يعاملونه كحيوان وليس كإنسان، وهذا أيضا شكل قاسي. قيمة الإنسان ظهرت بما يجنيه من مال، وقيمة غريغور ظهرت بما كان يجنيه من مال. فلما توقف عن العمل ذهبت قيمته، ولم يعد يطيق الحياة.
هنا أقول ما أيضا هناك كتاب لهيربرت ماركوز الفيلسوف الاجتماعي الماركسي، يقول إن الإنسان يوضع في صراع طبقي مموه، أي أنه يجعلونه في دائرة رأسمالية من رأسمالية الاستهلاك، بحيث يصبح الصراع الطبقي ملخبط، يعني مموه، ليس بين العمال و صاحب العمل، بل بين ربما العمال أنفسهم، بين نوع حياة ونوعية حياة أخرى. وصعوبة أن لا يعود يستطيع الإنسان التعبير عن آرائه، هذه قسوة أيضا، وأشرح هذا عندما تحول إلى مسخ. أصعب شيء وجده كافكا في هذه الورطة، في هذه الحالة، هي أن الإنسان لا يستطيع أن يعبر عن آرائه لأنه صار أبكم. بالإضافة إلى شيء تحدثت عنه سابقا، وهو أنه لم أن هذا غريغور القسوة في عمله، أنه لم عندما يستفيق لا ينظر إلى جدول أعماله وما سيحققه وما سيشتريه ليسعد نفسه، بل كيف سيذهب إلى العمل ويبدأ العمل كي لا يتأخر. إذن هنا شيء قاسي جدا. أسوأ شيء أن لا يستطيع الإنسان التعبير عن آرائه. هذا كافكا إنسان، شخص رهيب، 100% هو يريد قول ذلك. أيضا الإنسان عندما يتوقف عن العمل يصبح حشرة، هذا ما أراد كافكا قوله. ليس فقط تحول إلى حشرة ثم لم يعد ينتج، بل تحول إلى حشرة لأنه لم يعد ينتج، واضطهده المجتمع والعائلة لأنه لم يعد ينتج. هنا يقول لينين أو ستالين: الرأسمالية لم تنتج غير الفقر والبطالة والتبذير. التبذير، يبذرون كل شيء ولكن لا يوزعون الثروات على الفقراء. ومن هنا جاء تناقض الماركسية مع نظرية مالتوس. مالتوس يقول الإنتاج لا يكفي أعداد البشر، لذلك يجب أن نقلل من عددهم، أو بالأوبئة أو بتحديد النسل. تحديد النسل اتفقنا، ولكن الأوبئة، نرى الآن أناس كثيرون يشكون في أن الفيروسات الحالية هي مقصودة للتقليل من أعداد البشرية، فيما أن الدول تستطيع أن تقوم بحملة لتحديد النسل، ولكن الماركسية في معسكر آخر تقول المشكلة ليست هنا، المشكلة ليس في عدد البشرية، لأن العدد بين عدد البشرية بين الولادات وبين الإنتاج يزيد حسب متواليات هندسية، يعني كالضعف، يعني كلما زادت البشرية كلما زاد الإنتاج، ولكن المشكلة هي في سوء توزيع الثروة.
وقال إنجلز كل ولذلك قال إنجلز كل تقدم للرأسمالية هو تراجع للبشرية، لأن البشرية لأن الرأسمالية لا تأتي إلا بالفقر والبطالة والتقصير إلى جانب التبذير، يعني هي تبذر أموالها وتقتر وتتقشف على الفقراء، والتقشف الفقراء هو شرط أساسي لزيادة ثرواتهم. وهنا قال ماركس في نظريته لا بلو فاليو فائض القيمة، إن كلما زاد الإنتاج واستغلينا العامل في أن نجعله ينتج ساعات أكثر وقيمة أموال يعني قيمة أجر أقل يزيد، هكذا تزيد الأرباح. وهنا نأتي إلى أيضا فكرة الاستلاب الألييناسيون عند ماركس، هي نفسها هذه كما تحدثت فيها سابقا. يقول أحد الأدباء تبدأ حياتك محاولا فهم كل شيء، وعندما تفهم كل شيء تنهيها محاولا النجاة مما فهمت. وأعتقد هذا قول لكافكا نفسه. ما هو الاغتراب؟ الاغتراب هو أن يصبح شخصا آخر تماما، مثل هذه الرواية أصبح كافكا، والذي هو سامسا ونفسه يتحدث عن نفسه، هو شخص آخر، يعني هو غريغور وحشرة في نفس شخص. ماركس قال إن هناك عدة أنواع من الاغتراب، من اغتراب شخص من شخص عن شخص آخر. هذه هي العلاقة بين الناس في المجتمع، لكل شخص لا يهتم بالآخر ولا يهم الآخر ولا تهمه مشاكله، يعني في اغتراب شخص عن شخص آخر. في المحاكمات رأينا عند كافكا في المحاكمة الناس تحاكم غيرها ببرودة، لا تهمها مشاعر الآخرين. هذه هي الطبيعة البشرية، القانون بارد. وفي مسرحية لرحابنا، مسرحية الشخص، يحاكمون بياعة بندورة، يقول الرئيس البلدية يقول لو كنت أنا لست القانون كنت أشعر مع الآخرين، ولكني أنا القانون، أنا يجب أن أمثل القانون ويجب أن أكون باردا كالقانون. بالإضافة إلى الإنسان يصبح غريبا عن عمله ولا يعود عمله يدر ما